اختتم بمدينة المقلة مشروع جندريد للحفاظ على الهوية وإحياء التراث المعماري القديم بمعرض للأعمال المتدربين بالمشروع وأبحاثهم. واستهدف المشروع 20 مهندسا ومهندسة من أبناء مدينة المقلة على مدى 3 أشهر من التدريب والتطبيق العملي بتمويل من صندوق حماية الثقافة للمجلس الثقافي البريطاني وتنفيذ نادي تكوين. وشملت أعمال المتدربين وأبحاثهم في المعرض إظهار المعالم التاريخية من المدينة وتقديم نماذج للزخارف والنوافذ والأبواب ذات الهوية المعمارية القديمة. ويهدف المشروع للحفاظ على المباني التراثية والهوية التاريخية وترميم المباني التراثية وتأهيل كادر يساهم في الحفاظ والاهتمام بذلك من خلال تنفيذ الدورات وتفعيل برامج توعوية لكافة فئات المجتمع. هذا التراث اللي رأيته في المعرض من ما قدموه من رسم ومن محفورات ومن شبابيك رسموها وحفرت بالمنقب، كان بالمنقب، يعني شوف انه حتى لما يكتب التاريخ كم يجلس بالمنقب اللي يحفر هذا التاريخ. فنقلوا لنا تراث جميل جميل جدا جدا، حتى الحجر الذي يبنى به البيت جابوا لنا نسخ من هذا الحجر، جابوا لنا المكون كيف يتكون هذا الحجر ومن أين يأتي هذا الحجر حتى يستمر في هذا في على 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 هذا الموروث. فنحن اكتسبنا من موروثنا القديم ما نقوم به في موروثنا الجديد. نحن في نادي تكوين لاحظنا أن المعالم الساحلية لمدينة المقلة بدأت تختفي، من هنا ولد فكرة جندريد. جندريد المعني بتوتيق العمارة في مدينة المقلة. في المشروع دربنا حوالي 20 مهندس ومهندسة معماري ومدني على توتيق العمارة الموجودة في مدينة المقلة، وفي النهاية خرجنا بالمعرض الختامي اللي يكون لازم فيه توعية للناس بأهمية الموروث الثقافي لمدينة المقلة الساحلية، وإنتاج كتيب يضم جميع التفاصيل المعمارية في مدينة المقلة حتى يكون زي المرجع للأجيال القادمة. الأسباب اللي جعلتنا نقدم على هذا المشروع، أولا نظرا لأهمية مدينة المقلة، والشيء الثاني أيضا الحفاظ على التراث المعماري والهوية التاريخية للمدينة القديمة. طبعا في مشروع جندريد حاولنا أن نحن نعمل جزئين أو قسمين من التدريب، اللي هو تدريب نظري وتدريب عملي. التدريب النظري يكون بأخذ النظريات والدروس الخاصة بالهوية المعمارية الخاصة بالمدينة القديمة اللي هي مدينة المقلة، والجانب العملي اللي هو أخذناه بالنزول إلى الموقع وكذلك الالتقاء ببعض المختصين في هذا الجانب. أيضا عملنا على توثيق بعض الطرز المعمارية، وأيضا عملنا على توثيق بعض المعالم التاريخية في المدينة. شاركت في مشروع جندريد، بالبداية قمنا هنا بإعطاء المحاضرات كأشياء نظرية يعني، وبعدها قمنا بالنزولات في بعض الأحياء في مدينة المقلة، وثقنا المعالم الثقافية، وثقنا برضو الزخارف، سلطنا الضوء على العمارة التاريخية لمدينة المقلة. نحن في بعض أشياء يعني كان اكتشافنا بالنسبة لنا يعني ما كنا نعرفها، وفي بعض أشياء نحن تطرقناها في دراستنا، فانبهرنا يعني بالزخارف الموجودة في مدينة المقلة وإنه ما حد يعني سلط الضوء عليها من قبل. يعني كمشروع جندريد خرجنا بفائدة كبيرة، بحيث إنه نسلط الضوء على الثقافة الحضرمية.